السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع عين تيموشنت، وبالضبط في مدينة الغزاوات اللي نقف على الأشغال نتاع طريق السيار الرابط بين ميناء الغزاوات والطريق السيار شرق غرب على امتداد حوالي 40 كيلومتر. والآن رانا في مدينة الغزاوات، هنايا شاهد مدينة الغزاوات ثم نشاهد طريق السيار هذا اللي راه هنا رايح في التحت. اذا هو طريق السيار اللي انطلقت الاشغال به هذه في 2014، اذا تعود الى اكثر من تقريبا 10 سنوات، وبقى الشطر الاخير يعني فيه جزء كبير انتهت الاشغال به، وهنا نشوف الجزء هذا. وسوف يكون لدينا فيديو في نهاية هذا العرض اللي يعني نقف قرب عن وضعية طريق السيار هذا في هذا الفيديو. إذن هنا نشوف الطريق، رانا في مرحلة نتاع تعود المرحلة هذه تاع يعني تاع الصور هذه تعود إلى 2022. إذن لاحظ الطريق هذا، وسوف نقيس العرض ديالو باش نتأكد من عدد الأروقة تاعو. إذن العرض هو 34 متر، 35 متر. إذا هو طريق سيار من نوع الأول، يعني ثلث أرويقة في كل اتجاه زائد شريط الوقوف الاضطراري. إذا طريق سيار من نوع الأول، وهنا نشوف أنه في المنطقة هذه طريق مكتمل، الأشغال مكتملة، تبقى لا سينياليزاسيون. وللعلم أن الطريق هذا فيه جسر كبير جدا، فيه جسر تاع 900 متر في المدخل نتاع مدينة إذن الغزاوات. هنا 900 متر، ونشوف أنه هنا طريق الأشغال راهي حابسة هنا على مستوى هذه لا لوكاليتي تاع الساعة، الدشرة تاع الساعة. هنا شوف بلي الأشغال راهي حابسة في المنطقة هذه. إذا هذا هو مازال جزء فيه حوالي 10 كيلومترات باش نوصل للطريق السيار شرق غرب. إذا هذه حالة المشروع. نخليكم تتابعوا الفيديو، والسلام عليكم.